السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم بخير وعلى خير. الوغ اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه كتجي فريمون سهله وكذلك كطيب دغيا وكتجي بنينه بنينه بزاف. الوغ بالنسبه لهذه الوصفه خص ان ميلونج ديال الخضر اللي بغيتو. انا هنايا درت الشامبينيون، درت الفلفله الخضراء مقطعه، ودرت البطاطا مقطعه بحال هكذا. عاوتاني لكم الاختيار، ديروا الخضر اللي بغيتو، غير ما تكونش شي خضر اللي كتطلق الماء بزاف بحال مثلا القرعه. يعني هذا هنايا رشيتهم بالملحه والابزار، هادشي اللي درت هنايا. غيخصني جوج معالق كبار نتاع الزيت البلديه، معلقه كبيره عامره ديال القزبر، بصله يعني متوسطه مشلضه بحال هكذا. بالنسبه للتوابل خصني الملحه، الابزار، السكنجبير، البابريكا، هنايا الخرقوم البلدي، وهنايا الثومه بودره. اللي ما عندوش الثومه بودره ما يديرهاش، غير ما ديروش الثومه يعني طريه. هذه التحميره، سمحوا لي. هنايا غيخصني معلقه صغيره عامره ديال مركز الطماطم مخلطه مع كاس ديال الماء، هذا كاس ديال العنبه. وهنايا غيخصني الكوتليت، بالنسبه لي خديت كيلو ديال الكوتليت. عاوتاني كل واحد يدير لا كونتيتي على حساب عدد الافراد. هذا الكوتليت هذا سينو الكوتليت اللي كيكون هنايا داير بالشحمه، هذا كيجي حتى هو حسن، غير انايا عند البزار اللي هنايا ما لقيتوش. هادو هما هادشي هما اللي خصنا، وكذلك البابي كويسا. اش غندير؟ اول حاجه غنخلط كل شيء من غير هذا، غنسقي به حتى الاخر، يعني غنخلط كلشي وغنماريني به هاد لي كوتليت. حاجه ندير الزيت، يعني جوج معالق كبار نتاع الزيت البلديه، هنايا ندير التوابل كامله، ندير البصلة، كتجي فريمون بنينة. هانتوما جربوها اكيد غتعجبكم، ويعني ما كتستغرقش الوقت بزاف حيت كطاب في الفران. فوالا غنخلط وعاد غنزيد لي كوتليت. يعني نتوما كتخلطوا ونتوما كديروا بحال هكذا، يعني باش البصله تطلق داك الماء ديالها، يعني كتمالاكسيو بحال هكذا باش البصله تطلق داك الماء ديالها وكيبنن كذلك. ثم زدت لي كوتليت، ودابا كتخدموهم مزيان باش هاد التتبيله تدخل فيهم، كيجيو فريمون بنان. يعني كنقول لكم البنات جربوهم، اكيد ما غات ندموش على الوصفه. المهم انا الوصفات ديالي كاملين زوينين، شوفوا الشكر راسو عاد داز من هنايا. هانتوما يعني كتدخلوا فيهم مزيان، يعني خدموهم مزيان باش تدخل فيهم داك هاد التتبيله كامله تدخل فيهم مزيان، يعني كتبقاو مستمرين حتى يبانوا لكم انهم دخلت فيهم القيمه مزيان. يعني هانتوما دخلت فيهم القيمه مزيان. دابا غنجي لهنايا غنصب هاد الكاس ديال الخليط بحال هكذا. صافي، وعاد غندير فوق منه الكوتليت. هانتوما كنستفهم بهاد الطريقه هادي، يعني باش يجيوني يعني كلهم الفوق، وهي هذيك غيتحمروا مزيان. هذه غندخلها للفران كيتحمروا وكيجيو يعني كيجيو بنان، وحتى ديك الزيت ما كتكونش فيهم الزيت بزاف، يعني داك لو غرا ما كيكونش فيهم بزاف. فوالا، اللي غيستعمل كميه كثيره يحاول يدير هذه لا بلاك اللي غتدخل الفران تكون حتى هي شويه كبيره، باش هي هذيك يتحمروا بطريقه
يعني مستوية ريغولي. فوالا بحال هكذا صافي. وهاد البصلة اللي بقات غنحاول نخشيها هنايا صافي. غنغطيه ببابي كويسون، غنخليه يعني على الاقل على الاقل كيف ما قلت لكم هي ساعه، نخليه ساعه يعني ساعه قبل ما ندخله الفران، نخليه ساعه عاد ندخله الفران على 200 درجه تقريبا مده ساعه، وهو مغطي يعني كنطيبو وهو مغطي بالبابي كويسون صافي. غندير الفران ونخلي غير باش يتحمل لكم ان حنا لي بابي كويسون، حاولوا انكم ديروا لي هكذا باش هي هذيك ما يعني ما يخرجش ما يتقلعش البابي، وهي ديك التحميره تجيكم مزيان. فوالا هكذا غنخليه تقريبا ساعه ونص، حيت دابا انا مازال عندي الوقت، غنخليه ساعه ونص عاد ندخلو الفران على 200 درجه مده ساعه، ونرجع لكم نوريكم التقديم النهائي. البنات عاد خرجته من الفران كيف ما قلت لكم، خدا ليا ساعه، ها نتوما محمر وكاينه لاصوص اللي فريمون كتكون خاطره. ها هو البنات الشكل النهائي نتاع الطبله. دونك هادو هما اللي شريتهم من اكسيون، هذا كذلك من اكسيون، هذا من زارا، هذا من اكسيون، وهادو من علي اكسبريس. نتوما هذا هو البلان اللي صايبنا مجموعين. هذا نورمالمون انا درت فيه الخبز، وهذا بوغ ديسير غير لي فروي اللي درت معهم سنيده، معلقه صغيره نتاع عسره الحامض، ومعلقه صغيره نتاع الزهر. هذه هي الطبله، كنتمنى انها تعجبكم وتكونوا خديتوا افكار، وان شاء الله الا درتوا اي حاجه مثلا في من الوصفات ديالي صيفطوهم ليا في الانستغرام وقولوا ليا واش عجبوكم او لا. كنبوسكم وكنقول لكم ان شاء الله في الفيديو الماشي. باي باي.